بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في متابعة لسلسلة دروسنا باللغة الإنجليزية لمنهج السادس الإعدادي، وصلنا وإياكم اليوم إلى الدرس الرابع من الوحدة الأولى. درسنا اليوم قواعدياً يعد من أبسط الدروس اللي موجودة في منهج الصف السادس الإعدادي. يتناول هذا الدرس موضوعين رئيسيين، خلينا نقول الموضوع الأول القواعدي هو الفريزل فيربز، الأفعال العبارية والأفعال المركبة. الموضوع الثاني له علاقة بالإملاء السبيلينج اللي هو prefixes meaning not، البادئات اللي تعني not، يعني اللي تحول الصفة إلى النقيض. هسا الدرس شنو عنوانه؟ درسنا عنوانه اليوم most smokers take it up as teenagers. مكتوب هنا most smokers take it up as teenagers، يعني أغلب المدخنين take it up. هاي الات ترجع على اسم محذوف مفهوم من السياق اللي هو يعني تأخذ عادة التدخين as teenagers عندما يكونون teenagers اللي هي شنو؟ في عمر المراهقة أو بعمر إحنا بتعبيرنا عمر الطعشات، زين؟ يعني من 14 وفوق 14 15 كذا. So many reasons we have nothing to do with this. طبعا الموضوع يشرح لي السموكينج هابتس والسموكرز in Britain. In Britain كان الأولى أنه يكون السموكينج هابتس وأسبابها وكذا أنه تشرح بعلاقتها، يعني خلينا نقول بالعراق حتى لأنه واقعنا. بس هو الكتاب يعني يقول لك الإحصائيات المتوفرة عندي بالدقة موجودة in Britain. That's why they refer to Britain، ولذلك أشاروا إلى Britain. زين، طبعا الدرس الخامس هيئناه ان شاء الله تعالى لان موضوعنا مال الدرس الرابع قصير، فحتى مباشره ندخل للدرس الخامس اللي راح تكون منتصف السبوره هي تتعلق بالدرس الخامس. خلينا ننتقل مباشره الى الفريزل فيربس. شنو هذه الفريزل فيربس وليش اني لازم اتعرف عليها؟ الفريزل فيربس تتكون من فعل زائد بارتيكل. بارتيكل اللي تشير الى شيء ثاني يجي ويالفعل، وسميت بالبارتيكل لأنه ممكن تكون حرف جر أو شيء ثاني، كلمة ثانية. زين، بكتابنا طبعا تحديدا جايب بس البريبوزيشنز، يعني فعل زائد حرف جر. إذا إيش راح نشير هنا؟ أنا راح نقول بين قوسين بريبوزيشن. زين، preposition اللي هو حرف الجر كتابنا، بس راح نشوف فعل زائد حرف جر هو يكون لي الفريزل فيرب. الفريزل فيرب شلون نتعامل وياه؟ عندي تمرين exercise B page 11 بالactivity book. التمرين B page 11 صفحة 11 بالactivity book يقول لي يابا انت عندك طريقتين تتعامل بالفريزل فيربس، يعني حتى شلون تعالج الجمل اللي يجيني بها سؤال phrasal verb. الفريزل فيرب عندنا هسه خلينا نقول هاي الفعل زائد اما او، اما يجيني اسم صريح مثل ما شرحناه بالدرس الاول، او يجيني object pronoun او ضمير مفعول. ما عندي غير هذه، يعني مع الفريزل فيربس لو يجيني وياها اسم صريح، زين، هسا هذا الاسم مثلا دائما شيكو هسه راح تقول لي مثلا شنو هذا الاسم؟ راح اقول لك كومن ناون مثل ما اشرنا له بالدرس الاول، اسم وقبل، اسم شائع خلينا نقول، زين، هذا الاسم يكون بمكانين مع الفريزل فيربس، يعني الاسم عندي هذا الفعل زائد أما يكون الاسم يتوسط الفعل وحرف الجر، هذا المكان الأول بالنسبة للاسم. المكان الثاني يكون شنو؟ خلينا نخليه هنا المكان الثاني للاسم. المكان الأول مثل ما قلنا يجيني شنو؟ مع، يعني يتوسط الفعل
وحرف الجر المكان الثاني. شوف يجيني هذا الفعل هنا زائد حرف الجر زائد الاسم، واضح؟ ماكو غير احتمالية. زين، إذا أجاني object pronoun، إذا أجا مع الفعل العباري أو الفعل المركب object pronoun اللي هو شنو؟ ضمير مفعول، يكون مكانه واحد وثابت، فعل زائد object pronoun زائد preposition، واضح؟ أعيد، إذا أجا مع الفعل المركب اسم يكون أما بهالطريقة الفعل زائد الاسم زائد البروبوزيشن، أو الفعل زائد البروبوزيشن زائد الاسم، يعني الاسم يجيني بعد حرف الجر، أو الاسم يتوسط الفعل وحرف الجر، أو إذا أجاني ضمير مفعول، ضمير المفعول لازم يتوسط الفعل وحرف الجر. هسا نشير للتمرين، التمرين رقم 11، رقم بي صفحة 11. شي يقول smoking is terrible نقطة، you should شو مسوي؟ give up slash forward slash شارحة زين it. فأنا شلون أكتبها؟ أتبع القاعدة، بما أنه جاني it و it أنا أعرفها، it هي ضمير، ضمير مفعول بهذه الجملة، فش راح يكون الجواب؟ you should، أكتبها كامل، give it up. غير هذا الحل ماكو، لأنه لازم يتوسط ضمير المفعول الفعل وحرف الجر. نأخذ المثال رقم 4. شو يقول المثال رقم 4؟ when did you take up when did you take up stamp collecting؟ يجيني بصيغة سؤال، زين أي صيغة يجيني ماكو مشكلة. زين، وبالمناسبة مثل ما تعرفون أحبة الطلبة، الأسئلة الوزارية فقط وفقط تجيني من المنهج، يعني من التمارين أو الصفحات الأخيرة اللي مشروحة بها شنو القواعد. أكثر شيء يعني خلينا نقول 99.9 تجيني من التمارين، فأحفظ التمارين كأنه أني أحل أسئلة وزارية. زين، أجي هنا مثل ما قلنا الحل هذا السؤال، أعيد كتابة الجملة كاملة اللي بيها الفعل العباري أو الفعل المركب. أجي هنا أعيد كتابته، when أكتبها بالأزرق، when did you، أجي هنا ايش عندي؟ stamp collecting. stamp collecting اللي هي شنو؟ خلينا نقول هواية شنو؟ جمع الطوابع. هسا انقرضت هاي الهواية، هاي بأيامنا back in the 80s، بأيام الثمانينات وقبلها كانت موجودة، نشتري طوابع ونخليها بالدفتر ونهاية السنة نروح نبدلها بفلوس من الحانوت. This is over now، هسا هذه انتهت، الآن بعد ما حد يسويها إلا ما ندر. زين، فنجي نكتب، بما أنه عندي اسم، أنا القاعدة شو تقولي؟ الاسم تقدر تخليه أما بين الفعل وحرف الجر أو تخليه بعد حرف الجر. أنا أخليه حتى أخليها بالي دائما، أخليها بالنص. زين، when did you take، هذا الفعل، stamp hyphen collecting up، أنهيها بنقطة. زين، انهيها بنقطة وانتهى الحل. هذا كل ما يخص الموضوع الأفعال العبارية أو الأفعال المركبة وشلون نتعامل وياها بالوزاري. كل البقية النقاط بتمرين بصفحة 11 تحل بنفس الطريقة، وكل الأسئلة الوزارية اللي متعلقة بالphrasal verbs تحل بنفس الطريقة. زين، يبقى عندي الموضوع الإملائي، الموضوع الإملائي اللي هو شنو؟ استخدام الـ prefixes meaning not. الـ prefixes meaning not، احنا بالضبط صفحة 12 بالاكتيفيتي بوك، صفحة 12 بالاكتيفيتي بوك أحبة الطلبة، إذا تتابعون راح تلقى هناك prefixes meaning not
to form the opposite of some adjectives. هو قال لي adjectives. يعني شنو؟ يعني هاي الصفات قصدي هاي البوادئ راح استخدمها قبل بعض الصفات حتى احولها الى صيغه النقيض. هسه تسالني سؤال تقول لي يابا اكو طريقه ثانيه احول بها الصفه الى صيغه النقيض؟ اقول لك شور اكيد انه بس خلي not مثلا clever اكو ممكن اقول unclever ممكن اقول not clever. واضح؟ واضح؟ ممكن استخدم not بس هو شو يريد يعلمني؟ يريد يقول لي يابا اللغه الانجليزيه ترى one of the rich languages واحدة من اللغات الغنية. ليش؟ لأنه بيها كثرة الاشتقاقات الـ derivations. So many derivations اللي هي شنو؟ الاشتقاقات. فهنا شنقول؟ ملاحظة يعني هاي ثابتة ما تتغير. أغلب الصفات تبع علي أغلب الصفات اللي تبدي بالأحرف A, C, D, E أو البعض يحب يجمعها بهالطريقة A, C, D, E يقول حتى تصير acid سهلة للتعلم. الصفات اللي تبدي بهاي الأحرف الأربعة نخلي قبلها البادئة N, N, I, N حتى تحولها إلى صيغة النقيض. حتى تحولها إلى شنو؟ صيغة النقيض. زين هذه القاعدة بها استثناء راح أقول لك إيه. عندي مجموعة صفات وردت بالكتاب ما تخضع لهاي القاعدة. شوف هسا عندي مثلا ما عدا flammable أو flammable. زين هسا يصير inflammable طبعا حتى أحولها للنقيض. شوف عندي able تبدي بـ A بس النقيض مالتها unable مو inable. زين certain certain بمعنى شنو؟ متأكد. شوف هنا مو أخلي قبلها IN أخلي قبلها UN. ليش؟ لأنه ما تخضع للقاعدة أعلى. عندي attended هم تبدي بالحرف A بس ما تخضع لهذه القاعدة أخلي قبلها UN unattended. زين countable countable ممكن عده. زين أخلي قبلها UN ما أخلي قبلها IN. أعيد هاي القاعدة. القاعدة شو تقول؟ الصفات اللي تبدي بالأحرف A C D E دائما ايش اخلي قبلها؟ اخلي قبلها البادئه اي ان حتى احولها الى صيغه النقيض. اكو استثناء ياب هاي القاعده؟ ياب اي اكو استثناء. الاستثناء هي هاي الصفات الموجوده فليمبل. هسه فليمبل ما موجوده بس هي متداوله. زين فليمبل ان سوري الفليمبل هاي تقبل الاي ان مع انه ما تبدي بهذه الاحرف الاربعه. شوف اف مو واحد من ذن الأربعة بس مع ذلك ياخذ شنو؟ الـ IN حتى أحوله إلى صيغة النقيض. فشي يكون النقيض مالته inflammable. واضح؟ بينما هاي الصفات البقية تبدي بـ A و C تبدي بالأحرف الـ A والـ C مع ذلك النقيض مالته يكون بإضافة الأحرف UN unable uncertain unattended و uncountable. انتهت الملاحظة الأولى اللي تتعلق بالصفات. زين انتقل هو شي يقول لي بعد؟ يقول لي يابا عندي بعد بوادئ عندي الـ IM والـ IL والـ IR. زين شلون استخدمهم؟ حتى نكون بنفس الـ atmosphere of the lesson. بعدنا بموضوعة شنو؟ الـ prefixes meaning not. بعدنا بموضوعة البوادئ أو الـ prefixes اللي يكون معناتها not. وصلنا إلى انتهينا من البادئة اللي هي IN وشرحناها بالتفصيل. عندي IL وعندي IR وعندي IM. زين وعندي كذلك UN. UN. هسه اجي للـ IL. الـ IL تجيني قبل الصفات اللي تبدي بالحرف L. زين؟ يعني logic logical لازم تصير لأن logic هو اسم. logical illogical. وهكذا الحال مع أي صفة تبدي بالحرف L. النقيض مالتها شو يكون؟ بإضافة IL قبلها. بالوزاري شلون يجيني؟ بالوزاري يجيني هيك بهالطريقة هذه. مثلا يجيني certain نقطتين
certain. يجيني هنا logical معناته شو يريد من عندي؟ يريد من عندي النقيض، فالنقيض معناته راح يصير illogical. زين؟ الـ IR تجيني قبل الصفات اللي تبدي بالحرف R. زين؟ responsible مسؤول irresponsible. الـ IM تجيني قبل الصفات اللي تبدي بالـ P والحرف M. زين؟ والأمثلة عليها مثلا possible و moral. هنا impossible و immoral. زين؟ moral أخلاقي، لا أخلاقي immoral. possible ممكن و impossible مستحيل، مثل ما الفيلم impossible أو mission impossible اللي يمال توم كروز اللي نسبينا بيه سبايا، صار 4 أجزاء مدري 5 أجزاء. possible impossible mission impossible. زين راح تجي تقول لي استاذ شو بقت عندي اليو ان، راح اقول لك بابا تقدر تلعبها play smart. اي صفة ما تخضع لهذه القواعد الأربعة، قاعدة الـ IN، قاعدة الـ IL، قاعدة الـ IR، قاعدة الـ IM، تطبق عليها قاعدة الـ UN. واضح؟ UN. زين، عندنا مثال بالكتاب، قصدي هذا التمرين اللي موجود اللي هو بصفحة 12، يقول Make the opposites of these adjectives by putting the correct prefix in front of them. زين، حول او اصنع او سوي النقيض لهذه الصفات من خلال وضع ال correct prefix البادئة الصحيحة in front of them، قبالها او قبلها او في بدايتها. زين، choose from U N I N I M، منطيني ثلاثة U N I N I M. اجي الاولى correct، correct حسب القاعدة ACDL. ACDL ACDL هذا امتحان، هذا مال الحاسوب. زين ACDE ACDE ما مبدية بأي واحدة من عدن، إذن incorrect تأخذ incorrect. أنا أريدكم تتابعون يا حتى اختصارا للوقت ما نكتب هذا التمرين. الرقم واحد correct incorrect. اثنين moral، moral بيش تبديلي؟ تبديلي بالحرف M. حسب القاعدة الحرف M يجيني قبل الصفات اللي تبدي بال P وال M، إذن immoral. ثلاثة fair، fair fair تنطبق عليها واحدة من ذني؟ لا، إذن وين أروح؟ لل UN اللي تصير unfair. fair شنو fair؟ عادل أو خلينا نقول منصف. unfair غير عادل غير منصف. زين efficient، efficient efficient فعال او كفوء. ويام بيش تبدي بالحرف اي؟ تنطبق عليها القاعده الاولى اللي هي اي ان، فصير inefficient. زين fortunate، fortunate fortunate هسه تنطبق عليها اي من القواعد هذني؟ هسه راح تقول لي خو اقول استاذ قاعده انه اذا الصفه تبدي بالاف اخلي قبلها يو ان. اقول لك ممكن، ممكن نعتمد هذه كقاعدة، ممكن نعتمدها كقاعدة، بس الأفضل أن تحفظها بهالطريقة هذه. زين، إنه اللي ما تطبق عليها القواعد أعلى خلي عليها اليو أن يمشي وياها، وقاعدة الأف هم تشتغل. زين fortunate unfortunate يو أن. patient تبدي بالحرف بي، طبعا fortunate بمعنى إنه سعيد الحظ، unfortunate تعيس، حالة حال الكثير من الناس اللي نعرفهم. زين patient صبور، impatient نافذ الصبر. سبعة usual اعتيادي، unusual لأن ما تطبق عليها أي من هذني، لا هي بادية بأي سي أي سي دي إي، ولا هي بادية بأل، ولا هي بادية بأر، ولا هي بادية بي أو أم. إذا تطبق عليها قاعدة ال يو أن اللي هي شنو؟ unusual و polite impolite. healthy polite طبعا مهذب، impolite غير مهذب. healthy صحي، unhealthy unhealthy وراح تمر علينا في واحد من الدروس. unhealthy habits العادات الغير صحية. و 10 dependent، dependent مستقل،
independent sorry dependent هو معتمد على غيره independent هو مستقل نخلي قبلها IN و convenient بمعنى لائق ملائم مناسب inconvenient IN inconvenient راح يصير غير لائق غير ملائم والأخيرة pleasant صار هنا استثناء بها زين هنا pleasant استثناء صارت ان pleasant واحنا مشكلتنا وي الاكسبشنز اللي هي شو نسميها الاستثناءات كون اسيطر عليها الاستثناءات شلون هسه بلعبه كره السله زين اللي يسيطر على المرتدات يسيطر على المباراه احنا اذا سيطرنا على الاكسبشنز اللي هي شنو الاستثناءات راح نسيطر على اليمن على السبيلنج رولز اللي هي قواعد الاملاء أحبتي الطلبة وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا الرابع لمنهج الصف السادس الإعدادي انتظرونا إن شاء الله في دروس قابلة في أمان الله.